السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رضا أحمد. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الحلق الجميل دون. احنا نقدر نعمل القوقعة دي، نعملها شال، وممكن نعمل منها مفرش، ممكن نعمل منها أشغال كتير جدا، يعني ممكن نعمل منها كمان جاكيت، ممكن نعمل منها، يعني بنحط الوحدات جنب بعضها وبنتعامل معها بالشكل اللي يناسبنا، وكل ما صغرت الخيط كل ما كان النتيجة بتاعتك أصغر. طبعا ده شكل الحلق بتاعنا أهو. ان شاء الله الشرح يكون بسيط وسهل، ومش محتاجين اكتر من الابره والمقص واي نوع خيط زي ما انت عايزه. ونبدا مع بعض بسرعه نعمل الحلق الجميل دون او القوقعه دي زي ما بنقول، وبنحليها باي حاجه، نعملها شرشيب زي ما انت عايزه. ابتكري، شوفي ايه الجديد واعمليه. يلا نبدا مع بعض بسرعه ونقول بسم الله. هبدا اعمل دايره سحريه، هذا هثبت وابتدي اعمل فوق منها سلسلتين فوق الغرزة التثبيت بتاعتنا، وبعدين ابتدي اعمل في الدائرة السحرية هعمل 22 عمود، 22 عمود داخل الدائرة. هكمل 22 عمود وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده خلصت ال 22 غرزة بتاعتي، ابتدي اشد الخيط اهو، هقفل الدايرة، وبعد كده هعمل غرزة منزلقة في العمود 1 2 3 اللي هي تالت غرزة عملتها، هعمل فيها غرزة منزلقة. تمام، هبتدي ارتفع سلسلة وهدخل في نفس المكان بس في الغرزة الخلفية اعمل 2 حشو. انا كده السطر ده هشتغلوا على الغرزة الخلفية من السلسلة. السلسلة طبعا كلنا عارفين ليها غرزة امامية وليها غرزة خلفية، انا هشتغل على الغرزة الخلفية. اول حاجة عملت 2 حشو، الغرزة اللي بعدها برضو هعملها 2 حشو، ادي 1 2. الغرزة اللي بعدها هعملها 2 نص عمود، ادي اول واحدة وادي تاني واحدة. اللي بعدها برضو هعملها 2 نص عمود، ادي اول واحده، لحظه اهو، ادي اول واحده وادي تاني واحده نص عمود. بعد كده اللي بعدها هعملها 2 عمود في نفس الغرزه، ادي اول عمود وادي تاني عمود. الغرزه اللي بعدها برضو هعملها 2 عمود. الغرزة اللي بعدها هعملها عمود، بس العمود اللي احنا شفناه في معانا في فيديوهات قبل كده، اللي هو العمود اللي انا بعمل كده اهو. بصوا بعمل كده، باخد اول غرزة لوحدها وبعدين بكمل العمود بتاعي عادي اهو، هعمله تاني في نفس الغرزة، باخد اول سلسلة معايا لوحدها وبعدين بكمل العمود، بيبقى العمود طويل شوية عن العمود العادي. ادي اول مرة عملت العمود بلف، هو العمود مش بلفتين، لو عملنا عمود بلفتين هيبقى طويل قوي وشكله مش هيبقى حلو مع الدايرة. خلاص، الغرزة اللي بعدها برضو هنعمل نفس العمود اللي هو بسلسلة كده هو الاول، وبعدين نكمل العمود، ادي تاني واحد. خلاص اهو تمام. هنعمل المرة التالتة نفس العمود برضو، ادي ناخد اول سلسلة وبعدين نشتغل العمود العادي بتاعنا، وادي تاني سلسلة ونشتغل العمود العادي بتاعنا. خلاص كده انا السطر بتاعي خلص بالشكل ده. طبعا ما اعملش عمود بلفتين، لان في ناس هتقول طب انا اعمل عمود بلفتين، عمود بلفتين هيبقى طويل زيادة وهيبقى شكله مش حلو. خلاص هبتدي اعمل السطر اللي بعده، هرتفع سلسلة وادخل في السلسلة اللي بعدها على طول برضو في الضلع الخلفي، وابتدي اعمل حشو، كل غرزة فيها غرزة حشو، يعني السطر ده كله هيبقى عبارة عن حشو اهو. بشتغل برضو في الضلع الخلفي من الغرزة اهو، الضلع الخلفي من الغرزة، هشتغل كده لغاية نهاية السطر اهو، لغاية نهاية السطر. شايفين انا اشتغلت غرزة حشو على الضلع الخلفي من الغرزة، هاجي بعد كده في اخر غرزة انا عملتها هو حشو، هاجي بعد كده
الغرزة الأخيرة هعملها في السطر اللي قبليه على طول، اهو في غرزة العواميد، سطر العواميد، وهعمل غرزة حشو. بعد كده هلف ايدي وارتفع سلسلة والف الشغل. بعد كده انا هشتغل السطر اللي بعده ده بس بطريقة مختلفة، يعني مش هعمله نفس الاعداد دي، هلف كده الشغل. شايفين اللي هو السطر ده اللي هو بتاع غرزة الحشو، اللي هو الطرف التاني من غرزة الحشو، هو ده اللي انا هشتغل عليه المرة دي. هشتغل اول حاجة غرزتين حشو اهو، هدخل كده، شايفين هاتني الشغل كده معايا، وهدخل في اول واحدة اشتغل غرزتين حشو، ادي اول غرزة واجي تاني غرزة. الغرزة اللي بعدها على طول هعمل غرزتين نص عمود، اجي غرزتين نص عمود. بعد كده هعمل الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود، الغرزة اللي بعدها هعملها غرزة عمود. كل ده انا شغالة على الضلع الخلفي للغرزة بتاعة الحشو اهو. هو دلوقتي بقى خلفي بالنسبة لي، لكن هو كان امامي. اديني عملت غرزة عمود، وبعد كده هعمل غرزة عمود تاني. اللي بعدها هعمل فيها اتنين عمود، اجي واحد اجي التاني. اللي بعدها هعمل فيها عمود اللي هو قلنا عليه بيبقى طويل شوية، اللي هو بناخد اول غرزة وبعدين بناخد غرزة العمود بتاعتنا. الغرزة اللي بعدها هتبقى برضو عمود بنفس الطريقة، اللي هو العمود اللي بناخد السلسلة بتاعته كده بنرتفع تاني. الغرزة اللي بعدها هتبقى العمود ده بس متكرر مرتين، يعني هنعمل العمود ده مرتين في غرزة واحدة. هو العمود بيبقى اطول شوية من العمود العادي واقصر من العمود بلفتين. بعد كده هتيجي معانا خمس غرز هنعملهم برضو بنفس العمود. اجي اول غرزة اجي تاني غرزة تالت غرزة اجي الرابعة اجي الخامسة. وكده هنرجع تاني بالشغل. خلاص هرتفع سلسلة والف واعمل غرزة الحشو بتاعتي على الطرف الخارجي من الغرزة من السلسلة اهو. هعمل سطر حشو بالكامل اهو، سطر حشو بالكامل. خلاص اهو سطر حشو لغاية نهاية السطر، هشتغل حشو على السطر على الغرزة الخارجية، الطرف الخارجي من الغرزة. خلصت اهو سطر الحشو. هعمل ايه برضو؟ هاخد الغرزة برضو اللي بعدها في غرزة العمود، يعني انا هنزل لتحت واخد غرزة حشو من الغرز اللي في الدايرة الاصلية عشان يدينا الميل بتاع شكل القوقعة بتاعتنا، تمام. وهبتدي اكرر نفس السطر ده، هو خلاص، هو السطر الاولاني هو المختلف في الشغل، السطر اللي جاي ده هو اللي احنا هنكرره. هعيده معاكم برضو بالراحة واحدة واحدة عشان معلش عفوا، عشان لو ما حدش اخد باله من السطر ده نعيده مع بعض تاني. انا هرتفع سلسلة خلاص، وهبتدي اشتغل على ايه؟ على السطر ده، على اللي هو الغرزة الطرف التاني من غرزة الحشو. هبتدي اشتغل اول غرزة بعملها اتنين حشو، ادي واحد اتنين. السطر ده بقى هو اللي احنا هنقعد نكرره كل شوية لو احنا عايزين نكبر القوقعة اكتر من كده. انا هعمله معاكم المره دي عشان الشرح يبقى وافي وما فيش حاجه تبقى فاتتكم. ادي اتنين حشو، بعد كده هعمل في الغرزه اللي بعدها اتنين نص عمود، ادي اول واحده وادي تاني واحده. بعد كده هعمل واحده نص عمود، بعد كده واحده عمود،
بعد كده عملنا اتنين عمود، لحظة، اتنين عمود. بعد كده هنعمل اتنين عمود في نفس الغرزة. ادي واحد، ادي اتنين. بعد كده هنعمل عمود اللي هو الاطول شوية من العمود العادي اللي هو بنعمله كده اهو، باخد اول سلسلة وبعدين باخد اتنين اتنين اللي هو العادي بتاعنا، وهعمل عمود تاني بنفس الطريقة في الغرزة اللي بعدها، مش هي هي، تمام. بعد كده هعمل اتنين العمود دون في غرزة واحدة. ادي اول واحد، سوري، وادي تاني واحد في نفس الغرزة. بعد كده هاجي على الخمس غرز اللي باقيين دول هنا هون، وهعمل غرزة العمود الطويل دون شوية. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، اربعة، ادي الخامس. اهو الشكل بتاع القوقعة كده بدأ يبان. هعمل حشو بعد كده وهكرر نفس السطر دون مرة تانية وارجع لكم نشوف شكل القوقعة بقى عامل ازاي. وكده هي خلصت القوقعة. ممكن تحط لها خرزة زي كده، بيبقى شكلها بيبقى جميل. بتلزقيها طبعا باللزقة وبتخيطيها حسب ما انت عايزة. او شكلها خلص خلاص، تمام. يا رب الشرح يكون عجبكم. تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم رضا احمد.